اذن هذا هو الفيديو الثالث. الفيديو الثالث غادي نمشيو هنا، ما كايناش الخدمه بزاف، انا كما كتشوفوا ما كايناش الخدمه بزاف لان صافي قادو دابا التيران هذا بريسو، داكشي اللي بريسيو التراسمون ديالو الاول راه مزيان، هو هذاك راه شفتو جميع المراحل كيفاش داروا ليه التراسمون ديالو، كومباكت داكشي مزيان حسب لي نورم، الناس راه واقفين على شغل شغلهم، كاين واحد التعاون ما بين الشركات الثلاث اللي هما تي جي سي سي و هالتيك مع كات ايكيبمون، الكروات ها هما ديال تي جي سي سي راه خدامين خصهم يكملوا دابا داك لي كرادان باش يوصلوا ل 500 متفرج، راه لي كرادان راه جايين حتى لهاد الجهة حتى لعند يمكن حتى لعند السطور. بالنسبة هذا الملعب الأول للتداري هو هذا، صافي قريب يكملوه دابا هذوك، إلا كملوا لي كرادان ديالو صافي ما تبقاش الخدمة، غتبقى الخدمة غير هنا، غتبقى الخدمة في هذا سميتو، وهاد ديفيس ديال هادو غيتسبو، وهاد كاديو ديك البروتيكسيون ديال الشمس فوق، غيبقاو المسائل الخاصة بملاعب التداري، الملعب التاني غيدار ليه الشيو تكستيل. الملعب الثالث هو دار ليه جيو تكستيل، هذا باقي يديرو الكاياس، عاد غيديرو شي طبقة أخرى، نفس الشيء بالنسبة للملعب الأول للتداري. نمشيو دابا نشوفو التيران الجنبات ديالو اللي خاص يتقادو، خاصة هاد المساحة هادي دابا نوريكم من هنا باش نتمو راجعين. هاد المساحة هادي دابا من هنا كتبدا من ليه دابا الرون بوان، من داك الرون بوان ديال اللي كيدي لها سميتو اللي كيدي لها داك مطرح النفايات حتى الملعب التدريب الرئيسي، ملعب التدريب الرئيسي راه كاين في داك القنت فاش كاين هذاك البالطيك ما غاديش تخدم فيه نهائيا. بالنسبة للملعب ها هو هو هذا، وهنا كاين تاني ذاك المقترح انهم يديروا شي مدرسه ديال التكوين ديال لاعبي كره القدم، وتكون خاصه وحده تكون خاصه بالناس ديال اكادير والجهه ديال سويس ماسا، وحده تكون خاصه بالفريق اللي كيمثل المدينه اللي هو حسنيه اكادير، اللي كنتمنوا ليه من هذا المنبر النجاح والتوفيق هذه البطوله هذه لما لا ينافس على البطوله، والله يرحم داك السيد مسكين اللي مات بداك عضة كلب مسعور، راه بارطاجاو لي زانفورماسيون بأنه كان مسكين راه كان مشجع ديال فريق حسنية أكادير من داك الفصيل ديال إيطرا إمازيغ. نتمناو من حسنية أكادير دير شي التفاتة للعائلة ديالو. أنا غادي نمشاو حتى ليه ولا غادي نبين لكم من هنا ونتمو راجعين، لان دابا كاين الحجاج خصنا نمشيو نخدمو دامين مع الجوج ونص هاد الساعة دابا، هي هادي 11:44 صافي، هي هادي نمشي بهادي خصي نتكواد شوية ولا هاد الفيديوهات هادو. نتمناو انكم تبارطاجيو هاد الكونتوني هذا، ولكن اللي كنتمناو بزاف المسؤولين ديال اكادير هو انهم يتحركوا واحد شويه ويضغطوا على المسؤولين ديال الرباط
علي محترم يرجع المساحات الخضراء ويبداو خصهم يبداو صاحبي راه اليوم راه كاين صعيب اخويا تسكن في الشبي ولكن دابا هادو ما لقاوش مساكن فين يسكنوا هادشي علاش هاد الصباح وباقي دابا هادو اللي كاينين هنا كيبانو ليا قراب ولكن شو عليهم فوق راه هما فين كاينين سالي الفيديو ما غاديش ندير 10 دقائق علاش انت بغيتي تمشي ولا نديرو 10 دقائق لا لا خصنا نديرو 10 دقائق باش الفيديو يتشاف ويتخلص هنا يونس الشقر راه ديما كتكومونتي لينا وصلت الخوت ل 9808 9808 اللي وصلنا دابا حنا دابا راه كنديروا لكم الصوره والتعليق وكنديروا لي فور خاص شويه ديال حركوا معنا القناه دفعوا الفلوسه باش ندفعوا الفلوسه كتدفعوا لبديك جيم جابوني سبعة 80% من الابونيش معنا ولكن المهم الا كتفرج فيها راه غادي تخلص معنا كتخلص من عندك الا تفرجتي فيها واخا ما تكونش ابوني غير باش تعرفوا هاد القضية المهم كنستافدو معاك واحد شوية ولي كومونتير خلو لنا لي كومونتير حاولوا لي كومونتير يكونوا شي حاجة اللي غادي نستافدو منها فهمتي هادوك لي كومونتير سلبيين شوف الناس كيعرفوا يصبروا في الوقت غير هادو راه كيغامرو دابا براسهم ماشي شي واحد دابا شي التيران ديال بحال الاهرامات التيران ديال بحال البصعه ديال السكسو تعيبوا على البلاد ديالكم راه المغرب هذه راه بلادكم هذه التيران انا كيبان ليا مزيان صافي انا التيران قلت لكم انا قلت لكم انا الراي ديالي التيران هذاك المهندس خصو الحبس ماشي على ود هذا الامر ديال اللي دار هذا المهندس هذا خصو الحبس علاش هذوك لي كرادان فاش كتبقى تفرج كتجدك الدوخه ما عرفتش علاش
واش حيت انا كنخاف من داك الاماكن العاليه والله ما عرفت. المهم خصهم يديروا شي ديكرادا اللي مزيانين. هذا هو سميتو، هذا الفيديو الله يعاونكم.